لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت. ما تنسيش إن أحد أسباب الإرهاب هي القضية الفلسطينية. إحنا لما بناخد إجراءات أمنية داخل سيناء، الهدف منها إحنا بنأكد إن إحنا لا نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. اتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة في العريش ورفح والشيخ زويد عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني ان هم كانوا متفاهمين ده. يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العالية دي احرجت ميتين اهلي. السيسي الصهيوني اكثر مني، كيف حال هدى بالسلام؟ يا راجل اتخذ السيسي الصهيوني.